الدكتور صلاح كزارة يتجاوز 10,000 عنوان قراءة، أحد الأعلام الأدبية لمحافظة حلب وريفها، يقضي 80 عاما من عمره بين الكتب، مختتما بعدها قراءة ما ينوف عن 10,000 كتاب. ما ينوف عن 80 عاما قضاها متنقلا بين صفحات الكتب ليكون الدكتور صلاح كزارة إرثا ثقافيا يفيء بظله الأدبي الوارف على أبناء حلب ريفا ومدينة، حملا لقب المكتبة المتنقلة. الواقع أن المكتبة التي بدأت بجمعها من الصف 11 تجاوز العدد اليوم أكثر من 10,000 عنوان. عندي تقريبا لا يقل عن 12 معجما من المعاجم الكبيرة كالصحاح واللسان والعين والمحكم وغير ذلك من الأمور. دخلت جامعة دمشق في عام 64-65، كنت المتفوق الأول طوال 4 سنوات إلى أن تخرجت عام 68. 10,000 عنوان أحصاها الدكتور صلاح خلال مسيرته الأدبية، ليكون بتكليف من الرئيس الأسد عضوا في لجنة تمكين اللغة العربية، بعد أن خرج مئات الطلاب والأساتذة على امتداد عشرات الأجيال في جامعة حلب. توليت رئاسة إدارة قسم اللغة الألبانية بالمعهد العالي للغات، وبعد ذلك توليت رئاسة قسم اللغة العربية حتى عام 79 تحولت إلى التقاعد بعد بلوغي 75 وتمديد 5 سنوات بعد 70. وأنذا الآن ما زلت في بيتي أطالع وأقرأ وأتابع الأخبار أولا بأول. رسالتي للمجتمع يعني أتمنى من الجميع أن ينهجوا نهج العلم، فهو الطريق الموصل للأهداف، وبدون العلم لا يمكن أن نتقدم أو نرتقي. من رئاسة قسم اللغة العربية في جامعة حلب إلى عمادة كلية الآداب، منتقلا إلى القاهرة في ألمانيا في البحرين في قطر، لينهل وينهل مزيدا من بحر لغته الأم، عاد بعدها إلى بلده وبين كتب مكتبته التي تعتبر من أضخم مكتبات المحافظة. لقناة سما الفضائية عباس جورج، ريف حلب.